ربي غزالة استمرار انتشار عصابة الأسد والدبابات على هذا اليوم بطلع على الجزيرة ولا حول مدخل البلدة الجمعة 7/9/2012. هذه الدبابات تحاصر البلدة بشكل يومي وتستمر مدة أشهر. قرب على العسكري هذا اللي واقف قدام ال 272. الله أكبر، خربة غزالة 7/9/2012. انتشار عصابة الأسد حول مدخل البلدة من جهة الصراط الدولي غربي بلدة خربة غزالة الجمعة 7/9/2012. Thank you.